قولي لي انت اول مره تمثلي كان مع تامر حسني صح؟ احكي لي بقى عن الفيلم ده عشان نعرض جزء من عمر وسلمى. عمر وسلمى وفي قبليه كابتن هيما. قبل اول حاجه كان كابتن هيما. خلينا نشوف كابتن هيما عمر وسلمى ونسمع النجمه ليلى. ها؟ اريد اي شيء اكله. اكله برافو. ها؟ هذا قليل من اللبن اشربيه. برافو يلا عيدوا تاني لغايه ما تحفظوا يلا يلا يا ليلى يلا يا ملك. وماذا تريدين ايها الكته؟ اريد اي شيء اكله. ايه ده؟ ما تزعلش نفسك يا هيما. وحياتي ما تزعلش نفسك انت ما غلطتش. في ناس عندها مصر شويه بتحب ترسم نفسها. انا مش مصوره ان لسه في ناس كده. يا ساتر. لا والله يا ليلى اللي يعيش يا ما يشوف واللي يشوف يبقى مظهر كويس. يا لماضه هي ملك فين؟ ملك النهارده ما جاتش. ملك عيانه قوي معلش بتعتذر كان نفسها تيجي جدا والله. سلامتها احكي لي. هي عندها برد وحرارتها عاليه. طيب وبتقعدوا بقى تتفرجوا انتوا كبرتوا شويه بقى عن طبعا. احكي لي بقى عن التمثيل وكده واكتشفوكوا ازاي؟ هو في الاول خالص انت يعني احنا كنا بنعمل مسرحيات في مدرستنا واحنا صغيرين كده. فتامر حسني بقى هو اللي اكتشفنا. ازاي يعني؟ اكتشفنا اول ما شافنا كده شاف طريقتنا كده واكتشفنا وقال لبابي دول لازم يمثلوا. بابي قال له لا دول هيطيروا الدنيا دول لازم يمثلوا. دي من مسرحيه في المدرسه ساعتها. ايه ده مش فيلم؟ لا دي مسرحيه في المدرسه كنت انا صورت لهم كليب كده بالكاميرا بتاعتي طبعا تصوير اي كلام يعني. معلش بس خلينا نسمع. اعزائي الحضور نحن المصريين. مصر هي الام التي احتضنت الجميع في رحابها مسلم ومسيحي ورغم اختلاف الاديان لكن جمعتهم عادات وتقاليد وقيم واحده عشنا فيها جميعا آمنين مطمئنين. العالم كله يتعجب على قدرة الشعب المصري للتعايش في سلام وأمان. نحن المصريين. برافو ليلى. طبعا اللي قال برافو ليلى ده احمد زاهر. برافو ليلى على طول. انت ده نوع من الابهات تروح وتصور وكده وتحضر الحفلات كلها. بحب اصور لهم كل حاجه واعمل لهم سي في ليهم كده هم يفرحوا بيه لما يكبروا يعني. ربنا يخليهم لك يا رب. يخليك. فباباكي قال له لا يا عم مفيش تمثيل ولا ما بيعرفوش قعد يقول له كده. وبعد كده فين وفين بقى لما بابي قال له ماشي وعملنا بقى كابتن هيما. ابتدينا ده اول حاجه عملناها كان الكابتن هيما. بس وبعد كده تامر قال لي الشوت دوت اللي هو انا يعني مش متصوره ده اللي هي لسه جه دلوقتي ده كان بيجيب سكسيه في السينما كل يوم الناس بتموت من الضحك وتدي سكسيه. فقال لي شفت صدقتني انت ما كنتش مقتنع دول ابطال فيلم اللي جاي عمر وسلمى. تامر طبعا انتيمي 15 سنه فدول متربيين على ايديه يعني مولودين على ايديهم متربيين وشايفهم في جميع مراحلهم. فقال لي لا دول لازم يمثلوا دول انا شايف فيهم الموهبه. قلت له يا عم انا مش شايف حاجه يعني دول ولادي انا شايفهم ولادي بس مش اكتر يعني. بس بعد عمر وسلمى بقى يعني انا اقتنعت. انت اقتنعت. بس هو عمر وسلمى بجد كان يعني اولا دورهم كبير ومالين الشاشه يعني وفي اداء. ايوه. ما تزعليش نفسك يا ماما هما كل رجاله كده ما يملاش عينهم غير التراب. ده بابي ده اوفر قوي كل ما يديني يمشي ويسيب البيت. انا عارفه انت بتحبيه على ايه الراجل ده. يا ساتر. اللي مش هتسمع كلام حشويها واللي هتنام متاخر هسلقها. يا عم انت جعان ولا ايه؟ انت بتكلمني كده ليه يا بنت انت؟ ده انا زي ابوكوا يعني. طب احنا دلوقتي جعانين نعمل ايه؟ كله. طب نعرفش. طب نعمل. طب اعمل لكم ايه دلوقتي؟ اكلنا. اخلص. هتدفعوا ايه؟ انت بتعرف تعمل ايه؟ انا عمال اعمل لك كده 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 انت مش فاهم اي حاجه وازاي اللطخ؟ لطخ؟
جبت منين الكلمة دي؟ من ماما، ماما دايما بتقولها لك. وايه دي؟ افهم منها ايه دي؟ عيد جوازكم. عيد جوازكم؟ عيد جوازنا في الصباع ده؟ ايش عرفني، هو انا اتجوزت قبل كده؟ معاك حق والله. طب ايه العمل؟ سيبها علينا يا معلم.